السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أينما كنتم داخل وخارج الوطن في حلقة جديدة من البرنامج اليومي مع الجمهور. قبل أن نبدأ تفاصيل هذه الحلقة وعنوان الحلقة التي سنناقشها اليوم، كالعادة نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي موضحة على الشاشة. سيكون موضوعنا اليوم حول حزن الشعوب على رحيل قادتها وحكامها، ماذا عن اليمن؟ وبداية تتقدم قناة اليمن اليوم بكل طاقمها و محرريها وموظفيها للشعب العماني الشقيق بعظيم الأسى والمواساة والحزن العميق على وفاة آخر الحكماء العرب، رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمة الله تغشى عن عمر نهز 80 عاما بعد حياة حافلة بالأمن والأمان والاستقرار والمشاريع العملاقة في مختلف المجالات الحيوية. أذهب إلى فاصل ثم نعود. اهلا بكم اذا المشاهدين الكرام، كما قلت لكم اليوم نناقش كيف الحزن العميق الذي شاهدناه في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف الامه العربيه والاسلاميه من يمنيين وعرب وخصوصا الشعب العماني الشقيق على رحيل السلطان قابوس بن سعيد، هذا الرجل الذي عرف عنه الحكمه والحوار والسلم والسلام. بنى يعني حكم بلاده حوالي 50 عاما وحقق لها المشاريع في مختلف المجالات الحيوية والتعليم، وكان هنالك لم نسمع عن أي عملية إرهابية في هذا الوطن العظيم، ولم نسمع عن أي تشدد أو غلو أو تطرف. هنالك رغم اختلاف الأفكار واختلاف المفاهيم، كل يعني احترام للآراء، احترام للنظام والقانون والدستور. حينما تحزن هذه الشعوب على رحيل أمثال هؤلاء القادة، يعني يقف الجميع لهم إجلالا وإكبارا وتعظيما. اليوم مع الأسف مثلما نحزن على رحيل هذا القائد، نحزن على أنفسنا نحن في اليمن. يعني كيف سيحزن الشعب اليمني على حكومة مثلا لا سمح الله ذهبت أو رحلت الرحيل الأبدي كالحكومة القائمة اليوم؟ ما الذي حققت لهذا الشعب غير الخراب والدمار؟ هكذا سيقول الواقع. فخامة الرئيس يعني هل سيكون له موقف مشرف في آخر حياته لإخراج البلد من هذا المنزلق الخطير الذي آلت إليه الأوضاع؟ كما قلت لكم سنستقبل اتصالاتكم حول هذا الموضوع عبر الأرقام الموضحة على الشاشة وعبر الواتساب وعبر الإيمو، ونوضح أيضا أنه ربما الإنترنت موقف شبه كلي في اليمن، هنالك لا أحد يعلم حتى الآن ما هي الأسباب والتداعيات. ومعي أحد المتصلين، مرحبا. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معك يحيى العابد. أحييك أيها الرفيق، تفضل أخي. بداية تحية لك ولجنة اليمن اليوم لهذا البرنامج التفاعلي الذي تتلقون فيه الاتصالات من مختلف الأطياف وتتقبلوها بصدر رحب. أحييك. ثانيا باسمي وباسم كل أبناء اليمن الأحرار الشرفاء الممنونين لسلطنة عمان عظيم التعازي وبالغ المواساة لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبة في المصاب الجلل برحيل أحد حكماء العرب وأحد رموزها باني نهضة عمان الأبية السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. هو العزاء موصول لقائد نهضة عمران عمان الجديد بإذن الله السلطان هيثم بن طارق تيمور آل سعيد، ولكل الشعب العماني الذي وجد فيه الشعب اليمني كل الخير، كل المحبة، كل الصدق، كل الصفاء، ومواقفه الإنسانية الإيجابية ومواقفه السياسية مع اليمن ستظل محفورة في وجدان كل الشعب اليمني. نعم. تحية لك وتحية لهم. أخي أحياء، يعني إذا ما تساءلنا أيضا عن ماذا أيضا عن اليمن، يعني نحن اليوم نناقش إنه كيف الشعوب هذه تحزن، سواء الشعب العماني وغيره من الشعوب التي يعني بنى لها قادتها وحكامها مشاريع وأمن وأمان واستقرار، يعني بخلاف اليمن. يعني اليمن نحن نعيش، يعني نذهب نعود إلى الخلف في ظل حرب وخراب ودمار. يعني ما الذي سيقول الشعب حينما يذهب هؤلاء القادة؟ ما الذي سيقول عنهم؟ سأختصر لك الجواب بكلمتين. هناك زعماء يحفرون في وجدان الشعوب شعوبهم وفي وجدان الشعب العربي بشكل عام ذكريات عظيمة وإنجازات خالدة ومواقف قومية تتأصل في الوجدان وفي الذاكرة وفي التاريخ.
وهناك من سيلوث التاريخ، من لوث بنفسه تاريخه وجعل من نفسه أداة ومطية، ولكل هذه الإرهاصات التي دائما لا بالعقل بالمنطق، ماذا سيخلد التاريخ عن عبد الملك الحوثي؟ ماذا سيخلد عن غيره، عن المشاط؟ عن هل سيخلد كما خلد الزعيم علي عبد الله صالح، كما خلد جمال عبد الناصر، كما خلد صدام حسين، كما خلد علي عبد الله صالح وكررها مرة ومرتين وألف؟ نعم، أشكرك أخي حياة، شكرا لك. الإيمو يا شباب، شغلوا أعرض الإيمو للمشاهدين. ومتصل جديد عبر الإيمو، أول متصل عبر اليوم عبر الإيمو، عفوا. مرحبا، ألو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أبو طلال معك. من؟ أبو سليم سعد. الصوت ضعيف يا حبيب. أبو صقر. تفضل يا أبو صقر، بس وضح الصوت. طيب اسمه أبو. نتحدث اليوم حول حزن الشعوب على رحيل قادتها وحكامها، ماذا عن اليمن؟ ماذا سيقول الشعب اليمني حينما يرحل القادة الآن الذي بيحكموها، سواء الذي في الداخل أو الخارج؟ عيد الاتصال يا أبو صقر. ومتصل جديد، ألو. مرحبا، ألو. مرحبا، الو. كيف حالك يا فهد؟ حياك اخي. من؟ الو. ايوه اخي، معاك على الهواء. من؟ الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه اخي، انت على الهواء، عرفنا عليك. ابو ناصر من السباغي. ابو ناصر. ابو ناصر من اهلا وسهلا، تحيه لابو ناصر، تفضل يا اخي. انتم بالنسبه لنا صح، معك ابو ناصر من محافظه. طيب واصل واصل، انت على الهواء يا ابو ناصر، تفضل. حياكم حياكم. احنا بالنسبه لنا مفروض ان احنا يمنيين ونقول نسوي اشكالنا او خلافنا بيننا وبين. وبالنسبه للخلافات هذا او ما حكيت عن عمان، اليمن هو دائما سنين كثيره، ونريد منكم ان يجتمعوا في الصلاح ومؤتمر وتحت قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وينتظمون الحكم السياسي ويكون شورنا واحد. يا ابو ناصر، هذه جماعة لا يؤمنوا لا بحرية الرأي ولا الرأي الآخر ولا النظام الجمهوري، متى ما جاء على الصندوق على العين والراس يفعل مشروع سياسي. يا ابو ناصر، نحن لسنا ضد أي أحد، لسنا ضد أي أحد. من معه مشروع وطني سياسي يخدم الناس ويقدم مشروع على الوطن يجي يتفضل عبر الصندوق. نعم معك يا سيد. من لديه مشروع وطني لخدمة البلاد يتفضل عبر الصندوق، مش عبر العنقهية والميليشيات. الإعلاميين أو العلماء تبدو مسيرين غير مخيرين. ما احناش مسيرين والله، لا يملأ علينا أحد. لو احنا مسيرين ما انت على الهواء معنا، مفاتحين هذا المجال للناس كلهم، كل واحد يعبر عن رأيه. واصل يا ابو ناصر. الو. ايوه مرحبا اخي، تفضل. من؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. جماعة اليمن اليوم. نعم اخي، انت على الهواء، عرفنا عليك. ابو علي من جماعة. تفضل يا ابو علي. فصل يا شباب، ومتصل جديد، الو. مرحبا، عيد الاتصال يا ابو علي، عيد الاتصال. الو. مرحبا. الو. ايوه مرحبا اخي. الو. ومتصل جديد عبر الايمو، الو. الو. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ابو صقر، ابو صقر لانه انقطع. تفضل يا ابو صقر، الان الصوت واضح، تفضل اخي. يا أستاذ فارس، احنا الشعب اليمني احنا نعاني اول شيء من الاخوان المسلمين اللي في مارب، ونعاني من الشرعية اللي في الجنوب. مش كلهم يا ابو صقر، خلينا نكون منصفين. يعني في قيادات ايضا في جماعة الاصلاح بيواجهوا بيقاتلوا الحوثي. في احنا نتحدث عن الجناح القطري، الجناح التركي الذي لا هم له لا الوطن ولا الشعب، وليس لديه عداء مع الحوثي بقدر ما هو ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي خلاص انكشفت اوراقها الان. صحيح. يعني انت لما تشوف شوارع صنعاء تم
شعارات ايرانيه يعني حقيقه. ما عندما كان خرجوا في ثوره ال 11 نوفمبر كانت على 1000 او على 500 ريال، يعني الان الدبه البترول بكم؟ ب 8500 ريال، الدبه الغاز بكم؟ ب 8000 ريال. يعني وين الشعب؟ الشعب الى متى بيكون يعني يشغي وراء الكهنوت هذا؟ بعد فرق ابو صقر ان شاء الله بعد فرق. شكرا لك، وصلت الرساله. هو متصل جديد. الو مرحبا. الو السلام. سلام ورحمه الله، تفضل. الو ايوه اخي، من معي؟ يا سلام. ايوه انت على الهواء، من عرفنا عليك؟ فصل يا شباب غيره. صحيح. الو مرحبا. الو الو الو، متصل جديد. الو مرحبا. دائما ونقول يا جماعه اسمعونا من الجوال، اسمعوني من الجوال. الو مرحبا. الو ايوه اخي تفضل. من معي؟ قناه اليمن اليوم. نعم انت على الهواء، تفضل. اسمعني من التليفون. ايوه اسمعك، تفضل عرفنا عليك. ابو رمزي. ابو رمزي تفضل يا ابو رمزي. يا اخي اسمعني. ايوه سامعك انت على الهواء، عبر عن رايك. طيب طيب يا اخي، من هدي مشروع الوطن؟ من ها من هدي مشروع للحين للوطن؟ والله احنا كلنا ندعو كل من نوعه مشروع للوطن يجي يتفضل. في احزاب في يا ابو كان في احزاب لديها مشروع سياسي وبرنامج سياسي وانتخابي وجاءت عبر الصندوق وحكمت البلد اكثر من ثلاث عقود، كيف ما فيش؟ طيب طيب كم ما ذهبكم من الشعب؟ كيف؟ كم هذيكم للشعب وعندكم تمسك 33 عام؟ ما ذهبكم للشعب؟ ما جينا شعبر الدبابه والمدفع ولا الميليشيات. اجوها طيب عبر الصندوق عبر عبر الانتخابات التنافسيه يعني من مختلف الاحزاب. واصل يا ابو رمزي مالك؟ عيد الاتصال يا ابو رمزي، عيد الاتصال. ومتصل جديد. الو مرحبا. الو الو ايوه مرحبا. الو رجاء من جميع المتصلين يسمعونا عبر التليفون، يحاول يخفض صوت التلفزيون ويسمعني من التليفون وعبر الايمو. الو مرحبا. الو 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 مرحبا. الو السلام ورحمه الله وبركاته. الو ايوه اخي تفضل. حياك الله. حياك الله، معك ابو الاحرار. تفضل يا ابو الاحرار. حياك الله يا كل وسلام الله على كل وطني في ربوع اليمن داخله وخارجه. اخي العزيز احب اوضح لك ولكل انسان وطني في اليمن ان اليمن لن تنعم بالامن والعدل والازدهار كون اليمن خانوا وصايا الزعيم البطل السلال وكما من الكثير يحذر وكم سمعنا من الكثير يحذر ان الكهنوت ان الكهنوت على اليمن، ولكن الكهنوت داخل بيته وهو داخل بيته وينجب له من الابناء، وكم يعيش القانون في القضاء بعد رحيل الزعيم البطل السلال حتى اليوم هذا. اخي العزيز ما عدش غير زعيم وقام من بعد الشهيد الحمدي رحمه الله عليه هذا بعد رحيل الزعيم البطل السلال وكم حذر منه ولا حتى الان رحمه الله عليه. وهذا العدو يكمن في القضاء وكم من عهد السلال الى حتى اليوم، لكن الاحرار باقون. يا ابو الاحرار اخي العزيز العدو واضح صحيح. ولا يحتاج الا فهم اليمني الوطني بالعدو الذي دمر البلاد، دمر الارض والانسان. دمر البلاد ودمر الانسان والحيوان. بات فرج يا ابو الاحرار، خلوا امننا بالله كبير وبالابطال والاحرار ما زالوا موجودين، واولاد الشهداء سبتمبر واكتوبر ونوفمبر ما زالوا موجودين، ما انتهوش. سبتمبر ثوره سبتمبر انحرفت ويجب اعادتها الى الهدف الصح.
اشكرك يا ابو الاحرار، شكرا لك، وصلت الرساله. هو متصل جديد. الو الو، مرحبا. الو الو، ايوه مرحبا اخي، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه معك. تفضل اخي، عرفنا عليك. الو، فصلوا لما قلت يا شباب. متصل جديد. الو مرحبا. الو الو مرحبا. الو الو، ايوه تفضل اخي. من؟ احمد النمير من القاهره. من؟ احمد النمير من القاهره. تفضل يا عم احمد. اولا نعزي الثماني. بحد جاء وحد جاء ونعزي العربية كاملة لأنه بريد آخر ما كان. ارفع صوتك يا عم أحمد، ارفع الصوت. وعلي صالح القادات دريت. نعم. والعزاء موصول للأخ السلطان هيثم بن طارق، أيضا طارق رحمة الله عليهم. رحمة الله، واعتبرت هذه كثير العظمى. وأيضا بن الدين بالنسبة لليمن أني أتكلم عن والحرب تعتبر حرب قذرة والشرعية جاءت بالفنادق، فنادق الرياض، ولا حرقوا أي ساكن. بعد فرق يا عم أحمد، أشكرك، وصلت الرسالة. ومتصل جديد. ألو ألو، مرحبا. الو الو الو، تفضل اخي، انت على الهواء. على رساله. تفضل، من معي؟ علي صالح. تفضل يا عم علي. الو، ايوه ايوه معاك على الهواء، تفضل. علي صالح. تفضل يا علي. علي صالح. طيب تفضل انت على الهواء. غيره شباب، غيره، ما في صوت. عيد الاتصال يا عم علي، عيد الاتصال. متصل جديد. الو، مساء الخير. مساء النور، كيف انت يا فارس؟ حياك اخي، عرفنا عليك. معك ابو ايهاب. تفضل يا ابو ايهاب. يعني ايش الموضوع اللي يا فارس؟ والله نتحدث حول الشعوب العربية والإسلامية والغربية حينما تحزن على رحيل قادتها وحكامها الذي بنوا الأمن والأمان والاستقرار والمشاريع العملاقة. وماذا عن اليمن اليوم؟ نتحدث ونحزن على أنفسنا نحن كيمنيين، إنه ما الذي سنقوله حينما ترحل هذه القيادات، سواء الميليشيات أو القيادة الشرعية؟ ما الذي قدمت للبلد ولليمن؟ نعم، أش قدموا؟ والله إلا قدموا، قلنا لك بيزيد يخرب المحافظة أو المدينة، سمعته بيخرب بلاطها والناس جاوعي، الناس جاوعين، بيخرب الا بيبنوا يزعم الزفلت وذيني وقد زبط قطعوا الطرق، سمعته. اليوم الان الناس في لوثه لا يعلم بها الا الله، شي معك زلط قديم اشتريته ما بش رجع حد ما كنت، اليوم محمل يا ريت الدولارات، سمعته، جادد ولا قدي وبيصرفوها على كيفهم. والشعب اليمني والله بشهوات تسبر. بعد فرق يا ابو ايهاب، لابد من فرق ان شاء الله. نعم، عندك مجلس الأمن بيزيد يغيثهم بالسلاح ويقول لك دخلوا إغاثة للشعب جاوع، وهم بيدخلوا لهم سلاح حارب قاوم. القادة بالنسبة للقادة، علي عبد الله صالح احنا ما ننكر فضله أبدا، رحمه الله. علي عبد الله صالح بنى دولة، بنى جيش، بنى مؤسسات، هولش بنوا لنا، بنوا لنا مقابر، بنوا لنا مقابر. اليوم اللي بيقلد بالطقم، الطقم اللي فعله صحيح، الطقم ولا الدبابه ما ذي فعلها، هل هو فعلها الامام ولا فعلنا الله جيو، فعلنا الله هنا، فعلنا سمعتها الحدد والجيو دي كنا نعرف من الاناء. بعد انتهي ان شاء الله، بعد انتهي وسيتم معاقبتهم كل حاوثي ومتحوث. نعم، والمتحوث ان اولادي لن يصمدوا يا ابو ايهاب امام طوفان شعب. هذا الشعب لم يعد يطيقهم، لم يعد يقبلهم، لا في افكارهم ولا بميليشياتهم، ويعني والمسألة مسألة وقت فقط. نعم،
نعم والشعب هذا هن عايصها أي هن عايصها الله أكبر. الشعب صاحي يحتاج إلى قيادة أبو إيهاب. الشعب يحتاج إلى قيادة مستعد اليوم أو بكرة تحرك. والله لو أنت داخل البلد لا تعين كيف حالة الناس هذا دي بيقلد إنه عاد يحارب أمريكا وإسرائيل. أين أمريكا وين إسرائيل؟ حرام أن الكذب إن الكل واقعيين. أشكرك يا أبو إيهاب شكرا لك أخي. وصلت الرسالة. ومتصل جديد. ألو ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. ألو أيوه تفضل أخي. من؟ محمد من دمار. تفضل يا عم محمد. يا أخي أيها تفكفكونا ولاقي السنة كم فكفكين والله عنا في 60 داية ما نفعل يعني ما هو الحل؟ الحل نتكاتف وبدل الحوتي فقط إن شاء الله. يا ليت يا ليت يسمعوا لا يسمعوا هؤلاء القادة لا بنروح ل 60 داية ما يظنك حمد الله لا بد ما تفرج يا عم محمد. خلوا أمننا بالله كبير. ندعو الآباء والأمهات تتضرعوا إلى الله في هذه الليالي يعني وفي خاصة ليلة الجمعة يتوجهوا إلى الله إن الله يفرج عنا اليمن هذا البلاء وهذه المحنة وهذه الفتنة وهذا السرطان الخبيث الذي ألم باليمن. أشكرك يا عم محمد. وصلت الرسالة شكرا. متصل جديد. ألو ألو مساء الخير. مساء النور والعافية. هلا والله كيف الحال؟ حياك أخي عرفنا عليك. معك ابو نورة كيف الحال يا اخي فارس؟ اهلا وسهلا يا ابو نورة تفضل. حياك الله يا اخي. لا متى هذا الخلايا طيب ليش ما يفضوا في احمد علي يا اخي المؤتمرين اينهم؟ واصل. قلنا لك اين المؤتمرين ما يفضوا في احمد علي؟ القرار بيد الرئيس هادي اللي لا زال تحت العقوبات يعني رافضين يرفعوا عليه العقوبات. هادي نايم ما يفعلوا. طيب ما معنا غير الصبر الآن حاليا نصبر عليهم أن يتوحدوا يا أخي ويقودوا قدود الشعب المسكين اللي راح في التهلكة. لابد من فرق إن شاء الله يا أبو نورة. إنما مع العسر يسرى إنما مع العسر يسرى. الله يكون في العون يا أخي. ما ندري والله إلى متى هذا الحالة. لابد من فرق إن شاء الله. لكل ظالم نهاية وكل ظالم إلى زوال وأي مشروع من هذه المشاريع الموردة من خارج البلد تنتهي وتذهب إلى مزبلة التاريخ. طالت ما تمشي إلا مخارج هي جاية من الخارج. طالت يا أبو نورة لأنه لا توجد قيادة حقيقية. الحكومة الشرعية ما بين البين. لا هم الذي دعوا الشعب اليمني ونزلوا الميدان ولا هم الذي شكلوا يعني المجتمع الدولي. عندنا تآمر من الأمم المتحدة في تحالف في يعني اليمن أصبحت تحت البند السابع. فالمسألة معقدة مشي بذيك السهولة يعني. يا الله بيكم في عونكم إن شاء الله. تسلم. أهم شيء الأمل بالله كبير ليظل الأمل قائم وأن الفرق لابد من فرق. شكرا يا أبو نورة شكرك. متصل جديد. ألو ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. يا أخي معك أبو حكم. تفضل يا أبو حكم. يا أخي معنا كنا مسجلين عندكم بالساحل الغربي ومعنا البشرية والمالية ما رضي واصلوا احنا وخلوا احنا مشينا. هذا مشوا علينا والله هذا عليهم. هذا الجانب العسكري على العسكر. احنا احنا عبارة عن إعلام. معك رسالة وصل رسالتك وصل رسالتك وإن شاء الله تصل. يا أخي ما بالله احنا كنا نبلغ قطار يعني وهذه البشرية والمالية حقه. ابشر إن شاء الله تصل الرسالة يا أبو حكم. بشكرك. احنا وصلنا اليكم يعني ان توصلوا على ان شاء الله تصل بتصل بتصل يا ابو حكم ان شاء الله. اشكرك شكرا لك. هو متصل جديد. الو 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 مرحبا اخي. هلا ايوه اخي تفضل. من معك؟ علي هادي من السعوديه. اهلا يا علي تفضل اخي. اقول لك هذا الكلاب معنا في بلاد شغلوا الناس والله قطع الناس الله يتصل عليه اليوم يقولون حتى الفلوس حقهم الجديدة ما قادروها عليهم. يعني شمية الشعب قوعة يعني ماسكين بهذه المثل قالوا أيام الإمام اللي يقوع كلبك يتبعك. والله نشرها في قطوع الناس ضيبان.
الناس عيشتهم. احنا هنا هم يحفرون قبورهم بايديهم. يا عم علي يا عم علي، الشعب اليمني لا يمكن ان ينكسر. أيوة. لا يمكن ان يكون خانع او ينكسر. المساله مساله وقت ان شاء الله، لن يكون خيار امام الشعب غير اما ان يموت من الجوع او يموت بشرف يواجه هذه الميليشيات. الله الله العظيم انها هذه مثل. شكرا يا عم علي، اشكرك، وصلت الرساله. ومتصل جديد. الو الو، مرحبا. الو، ايوه اخي تفضل. كيف هذه ابو خمس جديده وابو الف؟ ها تفضل، معرفنا عليك. معك نادر البشير. تفضل يا عم نادي. نادر نادر. تفضل يا عم نادر، عفوا. معك هذه كيف البيت الجديد ابو خمس ابو الف. وهذه مشكله مشكله. لا الحكومه الشرعيه خرجت وعمل لها حل لها، ولا والميليشيات جالس بتنهبها وتسرقها وتكدسها. واصل يا عم نادر. يموت الشعب جوع. أغالي. نعم نعم صحيح. يموت الشعب جوع. لابد ما تفرق يا عم نادي. يا عم نادر عفوا. واصل واصل يا عم نادر. ومتصل جديد. الو شكرا يا عم نادر، شكرا لك. الو الو مرحبا. الو ما في صوت يا شباب غيره. متصل جديد. الو الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ابو زايد الرياض. تفضل يا ابو زايد، مرحبا. هذا برنامج اليمن. ها نعم تفضل اخي، انت على الهواء. والله الصراحه نحب نحكي على على العمله اليمنيه. تفضل عبر عن رايك ووصل رسالتك اللي تحب. والله العملة اليمنية لو الحكومة الشرعية ما تحركة بجدية وجالسة على الفنادق تأكل كبسات، لا 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 اليمن بتروح في ضياع بالعملة حقنا. بس الآن المشكلة تحكم في الأخوان المسلمين اللي ما لحد الآن ما هو لهم البلد ثاني. وبصرت يا ابو عم زياد دحين معنا بلاءين في البلد، معنا الاخوان هؤلاء جماعه قطر وتركيا ومعنا الحوثي، وانه امام مصيبتين تعيش البلد. ايه الان في شبهات هذه، في تحركات داخل مأرب وداخل سقطره. من يقولوا في شبهات من اصحاب الاتراك، عرفت؟ بتكون مقبرتهم اليمن ان شاء الله. ايوه نحن نطالب الحكومه الشرعيه الرئيس هادي ان يبطلوا حقهم الحركات ويبداوا يصلحوا داخل اليمن سرق. اشكرك يا ابو زيد، شكرا لك، وصلت الرساله. متصل جديد. الو 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 مرحبا. الو ايوه اخي تفضل. برنامج. نعم انت على الهواء، عرفنا عليك. ابوك اركان. ابو ابو اركان. تفضل يا ابو اركان. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، انت على الهواء. ابو اركان. ايوه انت على الهواء، سامعك تفضل. الموضوع يا صاحبي ان الحوثه والنساء والاصلاح هم اللي خربوا البلاد. منتظرين ايش يعني؟ منتظرين رد حاسم سواء من الشرعيه او من الفندم طارق او من احمد علي. رد حاسم على الناس مساكين ماشي لاقيها تاكل وذا والدنيا يعني حازقه عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل فيهم. ما هذولهم ايرانيين ومعذر من خير يعني، الشعب بيقوم فوقهم ضروري يقوم ان شاء فوقهم. الله ان شاء الله قريب يا ابو راكان. الناس بتتجهز في مختلف الميادين. تحياتي لفندق طارق. اشكرك يا اخي، اشكرك، شكرا لك، وصلت الرساله. متصل جديد. الو الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا فارس الصليحي؟ حياك اخي، عرفنا عليك. معك ابو محمد. تفضل يا ابو محمد، فوق العين والراس. والله يا اخي من خرب اليمن ومن دمر اليمن هو اسره حميد الدين الاماميه من زمان، هي مخربه لحد الان. وعبد الله بن حسين، عبد الله بن حسين الاحمر الله يرحمه قد مات. من مات الله يرحمه. خلونا يعني نتذكر حسن موته. ترى الحمدي عندما اراد يبني دوله مدنيه، الحمدي الشهيد الله يرحمه، عندما اراد ذاك اليوم وقف عبد الله بن حسين وهم من خططوا له الشغله هذه.
هم ذول اللي خربوا اليمن وسبب بلاوي اليمن وهذه الحروب. طيب ما هو الحل يا ابو محمد؟ ما هو الحل اليوم نحن نتحدث الدول عن الدول تتقدم واحنا من الوراء الى الوراء، من الظلم الى الظلم، من اغتيال الى اغتيال، وشعبنا لحد الان منهار الجزء منهار. صحيح، لكن لم يستسلم الشعب ولم ينكسر، ما زال صامد وصابر، وان شاء الله يعني لابد ما ينتصر. الحل الا يحلها ارحم الراحمين. لا لا بتفرق ان شاء الله، ارحم الراحمين لابد من التفرق يا ابو محمد. خلوا املنا بالله كبير، والابطال في مختلف الجبهات، في كل يوم تخرج، في دفاع، وفي تجهيزات يعني تمشي على الارض. الناس مش راقدين ولا نائمين، المساله مساله وقت فقط. اشكرك يا ابو محمد. الو مرحبا. الو ايوه اخي، من معك؟ ابو احمد. الو ابو من؟ الو تفضل. فصل يا شباب. متصل جديد. الو مرحبا. الو الو عيد الاتصال، عيد الاتصال وعبر الايمو. متصل جديد. الو الو مرحبا. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك اخي، عرفنا عليك. معك ابو محمد. تفضل يا ابو محمد. نترحم على السلطان قابوس بن سعيد رحمة الله عليه، وعلى الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليهم. وما احناش ملاقيين خير بعد الزعيم. هذه خذ مني نصيحة. لا 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 بد ما تفرق يا ابو محمد. الله يقول ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. ما يا صاحب الاخرين قال هم طمعين، ان شاء الله ان ربك يهدي طارق واحمد علي ان شاء الله. لابد ما تفرق، لابد ما تفرق. احنا بنراهن على كل الشعب اليمني وعلى وعي الشعب اليمني وعلى صبره وعلى صموده يا ابو محمد. ان شاء الله ان شاء الله. الله كريم الله كريم. معك رساله اخرى توصلها. سلامي وتحياتي لقناه اليمن اليوم. شكرا لك ابو محمد. متصل جديد. الو مرحبا. الو مرحبا. الو تفضل اخي. كيف انتك بحالك؟ حياك، عرفنا عليك. معك محمد علي. تفضل يا ابو محمد. هذه كيف البيس هذه من نوم سيف خلا من كذب؟ كيف البيس سيف خلا كيف ناس يموتوا جوع؟ والله يا أخي هذه رسالتكم وقوها أنتوا للحكومة الشرعية، هي غريبة الشعب اليمني تعمل حل للناس. واصل يا محمد. فصل. عيد الاتصال يا محمد، وإذا ما قدرت اليوم بكرة، احنا مستمرين في مثل هذا الوقت كل يوم كما أقول دائما. ومتصل جديد. ألو الو الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. كيف حالك يا طيب؟ حياك اخي، عرفنا عليك. معك محمد علي. تفضل يا محمد. هو الاول ولا الثاني؟ الو تفضل يا محمد، انت على الهواء. محمد علي. تفضل يا محمد، اسمع سامعك. اليوم نترحم على الشيخ قابوس رحمه الله عليه، الوفي لشعبه. نعم الوفي لشعبه، هذا الرجل الذي يعني نقل العمان الى مستوى، واحنا في اليمن ما في شحد قد يهتم بالشعب، كلهم مرتزقه وكلهم عملاء وكلهم. لابد ما تفرق يا محمد، لابد ما يهيئ الله من هذا الشعب برجال يقودونه كما قادوا يعني السابقين. من بيقود من المشكلة من بيقود؟ كلهم فسدوا وكلهم عملاء للخارج. ما دام وفي عميل، الزعيم ايش قال؟ قال ما في زعيم يصبح عميل. عميل صحيح. صحيح. طيب هنا المشكله ان طارق عميل للامارات، هذا مستحيل ان يكون عميل يا عم محمد. يا اخي احنا نحب العفاش بس يا عم محمد. يا عم محمد الإمارات صلي على النبي يا اخي. يا عم محمد العربيه طارق قدم ابنه وقدم عمه شهيد لاجل الوطن. في فرق ما بين دوله تاتي لتساعدك يا عم محمد. خلينا اسمعنا اسمعنا يا عم محمد، هذا رأيك، هذا رأيك واحنا نحترم رأيك. طيب اسمعنا. طيب شوف احنا لا نستطيع الان نحكم. اسمعنا صلي على النبي. طيب انت وصلت رسالتك، اسمعني. عزلوا الساهل يا عم محمد. عزلوا الساهل عن اليمن. مستحيل هذا الكلام، هذا كلام، هذا كلام اعلام الاخوان اللي طرح هذا الكلام. يا حبيبي الان ما عاد في احد يكذب على احد الناس. خلوا طهروا البلد يا عم محمد، طهروا البلد من الميليشيات، وبعدين من سيأتي عبر الصندوق فوق العين والرأس.
الميليشيات كل الكلام فاضي. الميليشيات شفنا ايران ايش سوت بامريكا وشفنا الضرب وشنو كل ايش سوات. ما اللي سوات يا عم محمد؟ المشكله احنا الضحيه. ايش سوات؟ ما الذي سوت في امريكا؟ ما قتلش حتى دقاقه، ادت الموز. طيب ما قتلت يا عم محمد؟ فعلا قتلوا الطائره، نزلوا الطائره وراحوا لبريا فيها، هذا اللي قتلوها. طيب هو هذا الكلام. احنا نقول انه امريكا كانت بتحارب بالوكاله، اليوم تحارب بالتنسيق. لما تشي تضرب اي هدف امريكي قد يتصل لامريكا. اول ما سمعنا ان تقوم حرب بين امريكا وايران يمكن اليمنيين اكثر ناس فرحوا، كنا نتمنى انهم يضربوا دبي، يضربوا كذا، يضربوا هم الذي خربوا بلادنا، احنا نبغى نخرب بلادهم زي ما خربوا بلادنا، احنا الضحيه هذا العين. لا بعد فرق يا محمد. ان العالم كله يخرب علشان نصير سوا. دائما الشعوب تدفع الثمن غالي، حينما تكون نصيح لها خرقت الشوارع. ان الناس الضعف انهم يتمنوا ان تقوم حرب عالميه تاكل الاخضر واليابس علشان نصير سوا. ما تفرق يا محمد واحنا نموت. لا ان شاء الله ما حد موت، ما حد حيموت، ما يقطع الراس الا من يركبه. يا محمد ليش يائس هكذا محبط؟ شكرا لك يا محمد، شكرا لك. ومتصل جديد. الو مرحبا. الو الو ما في صوت. الو ايوه اخي تفضل. ابو طارق تفضل. يا ابو طارق نترحم على الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله عليه. واقول انصح اي واحد انه يحاول ان يتكلم على العميد طارق انه يصلح الجزمه في لقبه ولا ما مش داعي يا ابو طارق للسب. شوف هؤلاء لن يزيدونا الا صمود. يعني لا ننزل الى مستواهم. هؤلاء حاقدين يا ابو طارق. الحقد هو من اودى يا ابو طارق. انسبوا العميد طارق فلن ينقص منه شيء، وان مدحوه لن يزيد منه شيء. رجل قبل لا يهزر هنا هناك اصوات الان ما فيش داعي ننزل الى مستواه الغربي من لا ننزل الى مستواه. خلوا اخلاقنا رفيعه، خلونا ننتقد بشرف. هؤلاء هذه اخلاقهم، هذه ثقافتهم. نعم لكن احنا لا نعول على شرعيه ذات عدوان تقتل البلاد وتقتل الشعب. نحن لا نعول على من اتخذوا من قصه هروبهم ما بطوله وشجاعه. نحن نعول على شعب وصحوة شعب. أما من خذ الحجور ومن تسبب بالعدوان وفي الغارات الخاطئة إذا كانت خاطئة من ضمنها الصالة الكبرى، والله العظيم أن بان قاضيهم يطول الزمن أو يقصر. صحيح الدم اليمني لا أحد بنتنازل فيه، لا يمكن أن نتنازل عن الدم اليمني. أشكرك يا أبو طارق، شكرا لك. وصلت الرسالة. ومتصل جديد. ألو مرحبا. ألو تفضل أخي مرحبا. حياك. نعم أنت على الهواء، عرفنا عليك. إياك من؟ ألو أيوه سامعك، عرفنا عليك لو سمحت. إياك ما طولت. من يا شباب؟ قال من؟ الو 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 مرحبا تفضل اخي. ايوه معاكم تواصل من اليوم. نعم انت على الهواء، من معي؟ معك واحد يسكن داخل على القناه. ما بش اي اسم ابوه، حتى مستعار. اي اسم مستعار ما في مشكله. ها؟ حتى ولو اسم مستعار تفضل. سالم حسين حياك يا عم سالم، تفضل فوق العين والراس. يا حي ومرحب. تفضل انت على الهواء. اسمعني من التليفون يا عم سالم. قوات الحراس الجمهورية، قوات الحراس الجمهورية طرات، وين المواقع اللي حررتها؟ والله سألوا الحكومة الشرعية اللي وقفتهم، قد كانوا على مشارف تحرير الحديدة. ايش؟ كانوا على مشارف تحرير الحديدة، هم وألويات العمالقة وألويات تهامة، أوقفتهم الحكومة الشرعية واتفاق ستوكهولم. والله يا أخي ما بعرف إن حتى اسمه الخطوط اللي حررتها قوات حراس الجمهورية كانت باسم أبناء تهامة اللي هو أحمد محسن والشيخ زايد الزرنوبي. والعلم فيهم كلهم أبطال يا عم سالم. إحنا ما بش عندنا حد زايد على حد، نعتبر كل من يواجه ميليشيات الحوثي تاج على رؤوسنا كائنا من كان.
كذلك كمان علم ان قوات العمالقة حررت منطقة الجاح او ما يقارب منطقة الحسينية بالقارب من منطقة نحييهم تحيات اقلال وتقدير لكل الابطال في المقاومة التهامية وفي العمالقة وفي حراس الجمهورية وكل الابطال في مختلف الجبهات وجبهات الضالع وجبهات صعدة وجبهات مارب كل الجبهات نحييهم تاج على رؤوسنا جميعا. ما عندنا شيء مشكلة يا عم حسين يا عم سالم. الو الو مرحبا. سلام ألو. سلام ورحمة الله. من معي يا اخي؟ معك ابو اسد. تفضل يا ابو اسد. ايوه انت على الهواء تفضل يا اخي. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حياك طال عمرك تفضل. ايش الموضوع يا والله نتحدث اليوم حول حزن الشعوب على رحيل قادتها وحكامها، يعني نواسي الشعب العماني في رحيل السلطان قابوس رحمة الله عليه، ونتحدث يعني ونأسف على الشعب اليمني. ماذا لو حينما ترحل قادتها الحاليين سواء الميليشيات أو الحكومة الشرعية، ما الذي سيترحم عليهم الشعب اليمني؟ ما الذي سيقول عنهم؟ ما الذي بنوا لهذا الشعب؟ والله يا أنا أجي الشعب العماني برحيل السلطان من قابوس. نعم. و يا اخي يا ام فارس خلاص تفاحنا حارب تفاحنا قص تفاحنا جوع احنا خلاص احنا خلاص خلاص ما نبغى خلاص يا اخي. انا يبدي الصلح خير، كلنا مع الصلح، كلنا نشيت وقف الحرب، لكن من سيستوعب هذا الكلام؟ هل الميليشيات بتعود للحوار صحيح؟ هل الميليشيات بتسلم السلاح؟ هذا حسم عسكري، هذا مستحيل. الناس ما فيش مستحيل امام اصرار الشعب. نحن نراهن على اشخاص، نراهن على الشعب يا ابو اسد، الشعب الذي لم يعد يطيق هذه الميليشيات التي سرقت ونهبت وقتلت وفجرت ودمرت وفعلت كل البلاوي كل المصائب. شكرا يا ابو اسد. متصل جديد. الو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي من يعول على طارق عفاش فهو خاسر واهم. شكرا لك، هذا رأيك. يا أخي من يعول على طارق عفاش هو جندي للإمارات. ما عمر هاجت الإمارات فرضت علينا صرخة ولا قالت يا أخي هو الآن ولا يعني اسمعنا أتحدث. اسمعنا يا عم محمد اسمعنا اسمعنا مدري ما أناش عارف إيش اسمك. شوف صلي على النبي. شوف السلام الجمهوري الإماراتي جنب النار رفع شيته لأنه عميل بس. هذا الحباب هذه الكلمة اللي مسكتها يا أخي. شوف في المهرجانات يعني الاماراتي بيتغدى عنده ويتعشى عنده في غرفه النوم ما يفارق. والله ما فصلنا عليك، انت اللي فصلت. احنا ما نفصل على احد ونحترم كل الاراء. شكرا لك. ومتصل جديد. الو مرحبا. عيد الاتصال. الو مرحبا. الو. ايوه اخي من؟ الو. ايوه معاك تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معك يا سيد اليوم. أيوة أنت على الهواء، عرفنا عليك. كيف حالك يا أخي؟ حياك، عرفنا عليك لو سمحت. يا أخي معك أبو حماس. معك أبو حماس. اتفضل يا أبو حماد أنت على الهواء. اسمعني من التليفون وتكلم وصل رسالتك. يا حبيبي ايش اقول لك على ما قلت انت كل ظالم نهايه. نعم لكل ظالم نهايه لكل ظالم نهايه. فانت قلت لكل ظالم نهايه فعلا والله. فالزعيم كان ظالم يعني ما اندفعه، يعني جاء المحرش لحرش اخره، المحرش لحرش اخرته. يعني ما قدمش راسه، ما واجهش هذه الميليشيات وقاتل، ما هرب، ما هرب ولا فحاط يا ابو احمد. واجه مواجهه الابطال واختار لنفسه ان يدخل التاريخ من اوسع الابواب. اعمل مثله وادخل التاريخ من اوسع الابواب. الله وخيرته. كيف؟ ما عاد الثاني يهرب في الاخير. حاولوه وما عاد الثاني يهرب. في الاخير قاتل بشرف. استشهد بشرف. اوقعكم. شوف يا ابو احمد ذلحين وعين الرضا عن كل عيب يقول الشاعر كليله. يعني الرجل اوقعكم حي وميت.
قد الرجال استشهد، قد قاتل، قد قاتل بشرف، كان كذا وكذا، قل ما تريد. ورونوا بطولتكم اليوم اللي معاكم الدعم والسلاح والمال. شكرا لك يا ابو احمد. فصال ولا موجود؟ ومتصل جديد. الو الو، مرحبا. الو الو. اذا كان ابو احمد اخر متصل. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت البرنامج، ومعذرة على الناسف لمن لم يستطع ايضا ان يوصلوا رسالتهم. احنا ما نقطع على احد، ودائما نقول للناس اسمعوني عندما تتصل، اسمعونا من التليفون من الجوال، لا تسمعونا من التلفزيون، لان الصوت بيعمل صدى وبينتهي علينا الوقت. اشكركم، وان شاء الله غدا لنا موضوع اخر. تحية لكم اينما كنتم دمتم، ودام الوطن بألف خير. اللقاء.